سؤال من متابع لبرنامج اسأل القانون يقول: تعرضت للإهانة والسب من قبل زميلي في العمل وفي شهود، وين أقدر أرفع القضية؟ طبعا موضوع العمل والزمالة والأمور هذه أكيد يعني أمور حساسة، لأن هذا زميلك في العمل وأنت كل يوم معاه وقاعد تشوفه. في موضوع الشخص إذا بيشتكي شوي لازم يراجع نفسه، لأن في أمور كثيرة راح تتغير وراح يصير يعني مو حاب وظيفته أو عمله. فإذا كنت مصر بالفعل أنك أنت تتقدم بشكوى، من حقك طبعا أنك تتوجه إلى مخفر المنطقة اللي في دوامك وتقدم الشكوى أمام المخفر. وطبعا إذا عندك شهود تقدم شهود، إذا كان في كاميرات تثبت الإساءة أو التعدي عليك أيضا تطلب من المحقق طبعا تفريق الكاميرات لإثبات الإساءة أو الضرر اللي أنت تعرضت له من قبل زميلك. في ناحية أخرى ممكن أنك أنت تتوجه إلى المسؤولين في العمل وتقدم شكوى إدارية يتم التحقيق فيها من قبل جهة دوامك ويحققون مع الطرف الثاني، ويعني هذه الأمور تكون يعني إدارية فقط. وطبعا من خلال هذا السؤال أنا أحب أني أتوجه بنصيحة لطبعا المشاهدين اليوم. زملائكم في العمل يعني من بداية الدوام حتى نهاية الدوام أكيد رح يصير خلافات، مشاحنات، مشادات، بس الواحد يطول باله. يعني أكيد فترة العمل فترة طويلة، فيطول باله مع الزملاء أو يتحمل شوية، يحاول يلطف الجو ويبتعد عن المشاحنات والمشاكل والخلافات، ويحاول أنه يشغل نفسه في عمل فقط. سؤال أيضا من متابعة تقول: تعرضت للضرب من قبل زوجي لإسقاط جنيني وفعلا تم الإجهاض، فهل أقدر أرفع عليه قضية وشنو نوعها، وين أرفعها وشنو عقوبتها؟ طبعا الإجهاض يعتبر هو قتل للنفس، فبالتالي إذا أنت بالفعل يعني سبب الإجهاض راجع للضرب اللي تعرضتي له من قبل الزوج، لازم أول شيء تقدمين ما يثبت الحمل. يعني إذا توجهتي إلى جهة التحقيق يتم تقديم تقرير يثبت الحمل وتقرير يثبت الضرب وأيضا تقرير يثبت الإجهاض. فما يصير شخص مثلا يتوجه إلى المخفر ويدعي ادعاءات من غير أدلة ومن غير قرائن، فلابد أنك تقدمين كل هذه الأوراق اللي تثبت الواقعة. النقطة الثانية، ممكن وحدة تدعي على الزوج تقول أنا تعرضت للضرب وتجيب أوراق، لكن هي ما تعرضت للضرب من قبل الزوج، أو يمكن الضرب مفتعل من قبل الزوج عشان تتخلص من الزوج ويتم الطلاق. فالأفضل إن هي لو يعني قدمت هذه الأوراق وعندها شهود شاهدوا الواقعة أو شهود عندهم علم، ويعني مثلا أسعفوها وقت الضرب، مثلا أشقائها شقيقاتها تم الإسعاف في وقت الضرب، أو كان مثلا شخص منهم موجود ومتواجد في وقت الواقعة يشهد على الواقعة يقول أنا شفت الواقعة، يفضل إن هي تقدم أدلتها كاملة من شهادة شهود، من أوراق، من مستندات إلى جهة التحقيق. طبعا تتوجه إلى المخفر المختص في المنطقة وتقدم بلاغ أن هي تعرضت للضرب وللإجهاض من قبل الزوج، وبعد ذلك المخفر راح يحيل الموضوع إلى النيابة العامة، كون هذه القضية تعتبر عنف أسري طبقا لقانون العنف الأسري للصدر مؤخرا، ويتم التحقيق في الموضوع وإحالة ملف القضية إذا ثبت بالفعل أن الزوج هو مرتكب للجريمة. مرت علينا حالة نفس الواقعة هذه ونفس القصة اللي قالتها الأخت، وذكرتها أن هي تعرضت للضرب من قبل الزوج وتدعي أن تم الإجهاض بناء على الضرب. لكن اللي صار في هذه الحالة أن السيدة ما تقدمت بالشكوى إلا بعد مرور 6 شهور على الواقعة، وادعت بعد ذلك أن اليوم الزوج قام بضربها وقام بإجهاض الطفل. وطبعا الزوج خلال فترة المحاكمة كان ينفي هذا الاتهام وكان يقرر للمحكمة أن الزوجة أصلا بالفترة هذه رافعة دعوى طلاق للضرر وتبي تثبت الضرر الواقع عليها وما عندها أي دليل، وخذت هذا الدليل بسقوط الجنين عشان تثبت للمحكمة أن هي تعرضت للإجهاض من قبل الزوج. وبالفعل لما المحكمة اطلعت على الأوراق وجدت أن تقرير الإجهاض كان بوقت والحمل كان بوقت والتقرير الطبي كان بوقت، يعني ما
يتناسب أصلا مع لو إحنا نربط الواقعة، بالإضافة إلى تناقض أقوال الشهود، وبالتالي الزوج تحصل على البراءة وما قدرت الزوجة تثبت الضرر أمام محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة الأسرة لتثبت أن تعرضت للضرر من قبل هذا الزوج بهذه الواقعة. سؤال من متابعة تقول: تعرضت للابتزاز من قبل شخص في أحد برامج التواصل الاجتماعي، وكانت في رسائل خاصة يعني بينها وبينه، وقام هذا الشخص يهددها ويبتزها، فتقول شلون أقدر أرفع شكوى عليه وما بي أهلي يعرفون في الموضوع. طبعا موضوع الرسائل النصية والمراسلات اللي بين البنت وبين الرجل، واللي تكون عبر رسائل خاصة خصوصا في برامج التواصل الاجتماعي، إحنا دائما نحذر وننبه خصوصا بناتنا وخواتنا أن ديروا بالكم لا تتواصلون، لا ترسلون صوركم الخاصة، لا تكتبون كلام تحاسبون عليه مستقبلا يضركم ويضر سمعتكم يضر أهلكم. فالحين حصل اللي حصل، والأخت قاعدة تسأل تقول إنه قاعد يبتزني ويهددني، فأكيد يعني في أمور خاصة هي أرسلتها له وهو قاعد يبتزها. وغالبا الابتزاز يكون الغرض منه الحصول على أموال، يعني غالبا الشخص هذا قاعد يهددها بنشر صور أو محادثات أو أمور مقابل إنه تعطيه مثلا أموال أو يعني أمور خاصة. فبالتالي اليوم المباحث الجنائية وضعت إدارة خاصة للشكاوى الخاصة، سواء كانت من السيدات أو من الرجال، يعني حتى الرجل ممكن أنه يتعرض لابتزاز، ومرت علينا حالات كثيرة أن الرجل أيضا يتعرض من الابتزاز سواء من رجال أو من نساء، وأمور كثيرة ومواضيع كثيرة مختلفة عن هذا الموضوع، ويبدأ الابتزاز من خلال أشخاص. فإذا كان صاحب الموضوع ما يبي أحد يدري عن الموضوع، خصوصا الفتيات تقول هذا الموضوع خاص وما بي أهلي يدرون والموضوع محرج بالنسبة لها، تتوجه إلى إدارة المباحث الجنائية في شكوى خاصة وسرية تقدمها لهم، وطبعا عندهم متخصصين في هذا المجال يستدعون الطرف الثاني ويحاولون يحلون الموضوع وديا وينهون النزاع بينهم وبين الطرف الثاني. في قصة مرت علي، يعني واحدة من الأخوات قاعدة تقول أن أنا جتني إضافة في أحد برامج التواصل الاجتماعي واسم ما هو يعني قريب علي، واعتقدت أن هذه واحدة من صديقاتي أيام الدراسة وضفتها، وبديت أسولف معها وتسولف معاي وحسيت بأمان وشعرت أن بالفعل هذه صديقتي. فقامت تدش على الستوري، وخصوصا أن يعني صفحتي هي صفحة تقول على كلامها خاصة، يعني ما تضيف أي أحد بس صديقاتها، تقول وبدت تدش علي وتشوف صوري وتشوف وين أروح وين أي، وكنت أشوفها تكابتشر بعض الصور تاخذ منها لقطات، فكنت أقول ليش يعني هي تسوي كذي. ف يعني قلت خل أسألها وأدش عليها، فتقول سألتها قلت لها ليش تاخذين لقطاتي، يعني المفروض أنك تستأذنين مني، فكانت تبرر لي أن هي صديقتها ومستانسة منها وأن تبي توري خواتها الصور. بعد فترة تفاجأت أن الحساب هذا يخص شخص، وهذا الشخص يعني قاصدها هي بالذات ومتعمد انه يدش لها عن طريق حساب يعني او يوهمها بان الحساب خاص بسيدة، وبدأ بعد ذلك موضوع الابتزاز. ومثل ما قلت لكم احنا نصحناها انها تتوجه الى المباحث الجنائية وتقدم شكوى خاصة لديهم.